لانها تعود بالسلب على مش على الانديه بس، تعود على المنتخبات القوميه والشباب. فاذا الموضوع مش عايز استعجال، عايز مقاتله وصبر. اعتقد ان هو يوم 17 يا الدوري راجع يا مش راجع، ما اعتقدش هتبقى فيه فرصه تانية خلاص. وانا من الناس اللي يعني هفضل لحد اخر يوم اقول ان شاء الله الدوري بكره، ما اقدرش يعني ما اقدرش دلوقتي اقول، لان كله متمسك بالامل. الدوله دلوقتي كلها بتتقلب في دقيقه، الدنيا بتقوم في دقيقه وبتقعد في دقيقه وبتهدى في دقيقه. في ترتيبات دلوقتي مع وزير الرياضه العامري فاروق بنتكلم معاه، في خطوات جاده بناخدها. مش عايز اطلع اقول خلاص كل حاجه خلصت او كل حاجه انتهت، يبقى احنا في النهايه ما فيش يعني مش ده هدفنا يعني. يعني ده امل احنا متمسكين بيه لحد اخر لحظه ان شاء الله. احنا طبعا هنعمل اجتماعات مع رؤساء الانديه، مع اللاعبين، مع وكلاء اللاعبين، هنحاول نحل الازمه، هنعمل دورات تنشيطيه، يعني في خطه بديله. بس الخطه البديله دي طبعا يعني هتخرجك بره الجيم كله، لان انت هتبتدي في فرق هتبقى مش هتلعب في مصر، هتطلع بره زي الاهلي زي الزمالك زي الفرق الكبيره، هتروح دورات بره. معروض علينا دلوقتي كذا دوره في حته بره، في شركة ما شاء الله يعني عرضت تعمل الدوري في الكويت، كنت انا باخد الموضوع بهزار. اعتقد ان احنا دلوقتي هنبتدي في ظروف ان احنا نقرا حاجات كتير ونبص في حاجات كتير، والموضوع مش هيبقى هزار خلاص يعني.